أعلنت شركة شاومي عن جديدها ضمن عائلة ريدمي، سلسلة ريدمي نوت 11T بهاتفها الأقوى صاحب الاسم الطويل ريدمي نوت 11T برو بلس. يتشارك هاتف برو بلس معظم المواصفات مع شقيقه برو. دعونا نتعرف أكثر. مراجعة سريعة. التصميم جاء بشاشة تستحوذ على معظم الواجهة مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى المنتصف. من الخلف نجد عدسات الكاميرا داخل نافذة مربعة الشكل أعلى اليسار، تشبه إلى حد كبير تصميم نافذة كاميرا هواتف الآيفون الأخيرة. من حيث المصنعية لم تكشف الشركة عن مواد هيكل الهاتف، لكن ما نعرفه أنه مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP53. يتقارب الهاتفان من حيث الوزن، كان نسخة برو أثقل بشيء طفيف. على جانب الهاتف هناك مستشعر قارئ بصمة الأصابع مدمج بزر الطاقة. الشاشة متطابقة المواصفات في الهاتفين، فمن نوع IPS LCD، وهذا أمر مستغرب حيث كنا نتوقع أن تكون من نوع OLED، مقاسها 6.6 إنش وجودتها Full HD Plus. لكن الجانب المشرق يكمن في دعم معدل تحديث عال يصل ل 144 هرتز لضمان التجربة السلسة خاصة في الألعاب. يمكن لسرعة التحديث النزول إلى 30 هرتز لتوفير استهلاك الطاقة. يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8100 من MediaTek و8 نواب بمعمارية 5 نانومتر ويقدم أداء جيدا. معالج رسوميات هو مالي G610MC6. يحتوي الهاتف 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية الرام مع مساحة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في إصدار برو بلس. أما في نسخة برو فسعة الرام 6 أو 8 جيجا بايت مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت. ولا يدعم الهاتف تركيب شريحة التخزين الخارجية. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13. من حيث الصوت، الهاتف يحتوي مكبرات صوت مزدوجة في الأعلى والأسفل تمنح تجربة السيريو، وهذا أمر ممتاز لهذه الفئة. هناك أيضا مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. ومن حيث الاتصال، يسمح الهاتف بتركيب شريحتي اتصال ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. المثير أن الهواتف تدعم أحدث تقنيات البلوتوث إصدار 5.3 وواي فاي 6، وهذه مميزات عادة نراها في الهواتف الرائدة. بالنسبة للكاميرا، هناك عدستان أساسيتان في الخلف، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل وعبارة عن مستشعر ايزوسيل GW1 من سامسونج، تستطيع تصوير مقاطع 4K بتردد 30 أطار في الثانية. العدسة الثانية فائقة الاتساع الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية رؤية واسعة 120 درجة، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل لالتقاط صور قريبة. أما العدسة الأمامية فجاءت بدقة 16 ميجا بكسل ولا تدعم التركيز التلقائي، ويمكنها تصوير مقاطع فيديو Full HD. من حيث البطارية، جاءت نسخة برو بسعة 5080 ملي أمبير مع دعم شحن سريع 67 واط. أما نسخة برو بلس فحملت بطارية أقل بسعة 4400 ملي أمبير، لكن مع سرعة شحن عالية 120 تستطيع شحن البطارية بالكامل خلال 19 دقيقة فقط حسب كلام الشركة. سيتوفر الهاتفان بألوان الأسود والأزرق والفضي، ويبدأ السعر من $270 لنسخة برو و $315 لنسخة برو بلس. هناك إصدار يحمل ألوان شخصية أسترو بوي لنسخة برو بلس. سيتم طرح الهواتف في الصين أولا على أن يتم إصدارها لاحقا في الأسواق العالمية. أما هاتف ريدمي نوت 11SE فهو الخيار الاقتصادي ضمن السلسلة. جاء بشاشة 6.5 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز ومعالج من 6700 من ميديا تك، وهنا لا يوجد عدسة ألترا وايد. البطارية حجمها 5000 ملي أمبير، تشحن بسرعة 18 واط، والسعر يبدأ من $185. ما رأيكم بجديد شاومي؟ ترون الهواتف تقدم قيمة عالية مقابل السعر؟ اكتبوا لنا في التعليقات.